مرحبا، انا محمد سالك هيين، امين عام شبكه الشباب العلمي الموريتاني، ناشط جمعوي مهتم بمجال التكوين ورياده الاعمال الاجتماعيه. سعيا من الشبكه لترقيه رياده الاعمال الاجتماعيه في موريتانيا وتعزيز قدرات الشباب الموريتاني في مجال انشاء واداره مشاريع اقتصاديه ذات ابعاد تضامنيه واجتماعيه. تسعدني دعوتكم للمشاركه معنا في النسخه الثالثه من اسبوع ورشات العمل المنظم من طرف الشبكه حول الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في اطار العمل المشترك تحت عنوان مبتكر المتوسط من اجل التضامن بالتعاون مع برنامج حوار المتوسط للحقوق والمساواه وبتمويل من الاتحاد الاوروبي. حملة مبتكر من أجل المتوسط عبارة عن عمل مشترك أعده واتفق عليه قادة شباب من خلال عملية نقاش وبناء قدرات حول موضوع تحديات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في فضاء المتوسط. هذا العمل الإقليمي مدعوم من البرنامج الإقليمي حوار المتوسط للحقوق والمساواة الممول من طرف الاتحاد الأوروبي. في هذا الإطار سينظم 31 شابا من 10 دول عربية شاركوا في المعسكر التدريبي المنظم من طرف البرنامج حول الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أنشطة محلية من أجل رفع الوعي والتدريب وحشد التأييد والمناصرة ضمن إطار عمل مشترك وفقا لمعايير ومبادئ الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بهدف تعزيز التضامن في مجتمعاتهم مع تسليط الضوء على الفرص التي يتيحها الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. بخصوص ما يميز هذه النسخة، أولا تنظيمها عن بعد نظرا لظروف الجائحة والتي فرضت أسلوبا ونمطا جديدين في تنظيم الأنشطة، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى تتميز هذه النسخة بمشاركة العديد من الأكاديميين والخبراء والمتخصصين في المجال، ذلك ضمن طاولة مستديرة وندوتان افتراضيتان حول هذا المجال الحيوي المهم وآفاقه في موريتانيا. كما سيتخلل هذا النشاط تنظيم 6 ورشات عمل تطبيقية في أغلبها تتمحور حول أساسيات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أهداف التنمية المستدامة وكيفية إدراجها في مختلف المشاريع الشبابية وتسيير المشاريع الاقتصادية ذات طابع اجتماعي تضامني. في ختام النسخة سيتم تنظيم جلسة تشبيك افتراضية تكون فرصة لتبادل الخبرات بين رواد الأعمال الاجتماعيين الشباب من عدة دول في المنطقة، كما ستكون فرصة لعرض بعض المشاريع النموذجية والرائدة في مجال ريادة الأعمال الاجتماعية. كما قلت، هذه النسخة تنظم افتراضيا عبر منصة زوم وفيسبوك من 18 يناير إلى 21 يناير. يمكنكم جميعا المشاركة عبر التسجيل في الرابط المرفق أعلاه. حضوركم يشرفنا ومرحبا بالجميع. في مشكل في الصوت، ها؟ الصوت مش واضح. اوكي، سامعني؟ اي سامعك برضو. داكور، اوكي، شكرا. قلت انا رحبت قوية، قلت انا هذه النسخة تاتي في اطار الجميع معنا في جلسة النقاش حول الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كآلية لحد من العمل الهش وتطوير القطاع الخاص بالقطاع المصنع. هذه جلسة النقاش تأتي في إطار النسخة الثالثة من أسبوع ورشات العمل المنظم من طرف الشبكة تحت عنوان مبتكر المتوسط من التضامن، وهذا العمل يأتي سعي من الشبكة لترقية ريادة الأعمال الموريتانية وتعزيز قدرات الشباب الموريتاني بمجال إنشاء وإدارة مشاريع اقتصادية ذات أبعاد تضامنية واجتماعية، والتحسين وتعويض الشباب حول التنمية المستدامة وتطوير مهاراتهم، تحفيز روح المبادرة والتعاون لديهم. هذه النسخة الثالثة تأتي هذا العام أونلاين، يعني عن بعد،
بسبب ظروف صحيه في 40 في 40 دقائق ومنذ عام حولنا. تمتد هذه النسخه من 12 الى 21 يناير، وتحت عنوان تكوين مجلس التضامن بالتعاون مع حوار متوسط من اجل الاقتصاد من حقوق المساواه. كم صوت تعال تحت التعاون مع منتدى حوار متوسط حول الاقتصاد المتوسط المساواة، واللي عبارة عن برنامج دعم فني إقليمي هو مطالب الاتحاد الأوروبي، وهدفه العام هو دعم دور مؤسسات المجتمع المدني والناشطة على المستوى الإقليمي لتعزيز التناسق الاجتماعي والقدرة على التكييف والصمود في المنطقة والتفاعل مع السياسات في دول الجوار. وهو عمل هذا عمل تكوين توسط مجلس التضامن، هو عمل مشترك يتم بنفس الوقت في 10 دول في المنطقه، 10 دول في الدول المتوسطه بينها موريتانيا طبعا. وهذه النسخه في موريتانيا الليله عندها جلسه نقاش مع هي حول الاقتصاد الاجتماعي والتضامن كما قلت سابقا، في حد من العمل المدهش وتطوير قطاع المصنف. معنا فيها الدكتور الهادي عبد البوه، وهو محلل اقتصادي، ودكتور عبد البوه محلل اقتصادي وباحث مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. مرحبا بك دكتور. اهلا بكم. اهلا اهلا وسهلا، تشرف. اهلا مرحبا دكتور، مرحبا بك. إذا دكتور، تعرفوا بنفسكم للمشاهدين معنا حول فيسبوك لايف. اوكي، شكرا. لين نعرف بالموضوع اللي لين نتكلم عنه الليله، اللي هو الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كآليه للحد من العمل الهش وتطوير القطاع الغير مصنف. طبعا في البدايه انا اشكركم، اشكر الشباب العلمي، شبكة الشباب العلمي الموريتاني، صح هذا هو العنوان؟ والله شبكة الشباب العلمي الموريتاني. اوكي، مرحبا، تشرفنا. واشكر طبعا الجهات الراعية للنشاط على هذا النشاط المهم، والعنوان ايضا المهم، وهذا الاقتصاد الاجتماعي والتضامني نبت جدارته في دول عديدة، وحتى في دول في المغرب العربي لها الان تعتمد عليه في اقتصادياتها. طبعا ستكون هذه الورشه او الندوه اساسا شبه اكاديميه، مش اكاديميه لكن شبه اكاديميه، تتعلق بالتعاريف على اساس ان يكون هناك توعيه، ويكون هناك ايضا تقديم هذا الحقل اللي هو الحقل الاقتصادي الاجتماعي والتضامني للكثير من الموريتانيين اللي ربما أول مرة يسمعوا بالمصطلح هذا. طبعا محتوى الندوة طبعا فيه سنتكلم عن موضوع التعريفات والمفاهيم، لأنه العنوان فيه دور الاقتصاد، فيه دور الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالحد من العمل الهش، أظن هذا هو العنوان اللي عندكم، والنهوض بالقطاع غير المصنف، صح؟ هذا هو العنوان. أوكي، سنبدأ بالاقتصاد التضامني كسياق التاريخي اللي ظهر فيه الاقتصاد التضامني. الاقتصاد التضامني طبعا هي كلمة التضامن كمعبرة عن نظام ومذهب اقتصادي ظهرت عند بير ليرو في كتابه دليمانيتي 1840، يستخدم المصطلح بعد ذلك عالم الاجتماع إيميل دوركايم 1858-1917 في كتابه تقسيم العمل الاجتماعي. والفعل التضامني الاقتصادي الاجتماعي معبر عن هنا يشمل كل مساهمات وحدات المجتمع التضامنية كالأفراد أو المؤسسات أو الدولة أو أي تعاون ثنائي بينهما في السعي لتقليص الفوارق مهما كانت، ترسيخ التنمية سواء بالرأي أو العمل أو بالتمويل أو غير ذلك. ومن خصائصه أن تتعاون كل الوحدات المشكلة للمجتمع على تلبية احتياجات مجتمعها من دون أن ترمي من خلال ذلك إلى الربح الذاتي كهدف رئيسي، أي لا يكون هدف هذه الكيانات أو هذه الجهات هو الربح كهدف رئيسي. طبعاً الربح سيكون هدف فرعي وليس هدف رئيسي لهذه الأنشطة.
وبذلك طبعا تتعدد المصطلحات المستخدمة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، من بين الاقتصاد الاجتماعي والاقتصاد التضامني، وهناك الاقتصاد الشعبي، ومصطلح على مصطلح متداول في أمريكا اللاتينية، المنظمات غير الربحية المتداول في أوروبا، في بعض مناطق أوروبا، والقطاع الثالث في بعض دول أمريكا، منها كندا والولايات المتحدة. وطبعا هذه كلها مواصلات مشتركة، وتمثل طبعا كما قلنا بعض الأصول سياقات نظرية مختلفة لمفاهيم متقاربة. ومن أجل تقريب أو اعتماد تعريف رئيسي للحقل المتكلم عنه هو الاقتصاد التضامني والاجتماعي كما هو في العنوان، فهو يهتم بدراسة كيفية تحسين الحياة المادية للإنسان والمجتمع عن طريق أنواع التضامن الذي ينشأ بين مختلف وحدات المجتمع، وتلك الكيفية تشمل الإطار النظري والعلمي. طبعا هناك تعريف، نحاول تعريف منظمة العمل العربية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، تعرفه على أنه نمط اقتصادي لتحسين الأوضاع الاجتماعية والمعيشية للمجتمعات، يقوم على إنشاء مؤسسات للعمل الاقتصادي والاجتماعي في شتى مجالات النشاط الإنساني على أساس الانتظام الحر والإرادي وغير هادف للربح. كيانات الاقتصاد التضامني ومواصفاتها، طبعا كأي حقل اقتصادي أو حقل علمي نظري له كيانات. فكيانات الاقتصاد التضامني هي الوحدات المجتمعية المختلفة، المنظمات، الأسر، الأفراد، التي تنشأ بشكل قانوني أو تقليدي لتقاسم أعباء الحياة. طبعا هناك المؤسسات العمومية والمؤسسات الخاصة، أو أي آليات تسعى لتقليص الفوارق مهما كانت. وطبعا هذه الكيانات ذات طبيعة تضامنية، الهدف من إنشائها هو تقاسم الأعباء والإيرادات كما قلنا، والهدف الأساسي ليس الربح الفردي. وفي القالب تكون طوعية، أي بمعنى أنها ليست إلزامية، وتنطوي على درجة معقولة من النشاط التطوعي ذات الإدارة الذاتية، أي أنها تتحكم في أنشطتها. أهداف الاقتصاد التضامني، هناك أهداف، ممكن أهداف رئيسية، طبعا أهداف اجتماعية، أهداف اقتصادية، وأهداف سياسية. وطبعا الاقتصاد التضامني يكمل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يكمل حسب العديد من الاقتصادين أدوار كل من الدولة والسوق، كما يسعى إلى المساهمة في معالجة وتصحيح الإخلالات في منظومتي القطاعين العمومي والخاص، كالتفاوت والفوارق الاجتماعية. لكن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني هو ليس بديلا عن اقتصاد السوق، بل هو خيار متاح لبعض الناس أو بعض المحتاجين، لخيار ليس لا يقوم على التنافس بشكل أساسي. وطبعا هو يعتبر قطاع ثالث بين القطاعين، اللي هو القطاع العام والخاص، يحقق التوازن بينهما ويستجيب لتطلعات كل الشرائح الاجتماعية في العيش الكريم وفقا للمبادئ التي يتأسس عليها. بخصوص يعتمد الاقتصاد التضامني على آليات محددة حسب ما تتيحه المنافذ المتوفرة ضمن التفاعلات الاجتماعية الكونية الشائعة في عالم اليوم، وعليه تحاول آليات الاقتصاد التضامني اللي هو الاقتصاد التضامني الاجتماعي التي برزت مؤخرا معالجة الفوارق على مختلف المستويات. فهي تسعى، فمثلا الدولة تسعى إلى تقريبا تقليص الفوارق بين مواطنيها عن طريق سياستها الاجتماعية. أفراد المجتمع يسعون لذلك من خلال التعاون بينهم. هذه كآليتين رئيسيتين. هناك آلية التجارة العادلة العابرة للحدود، التي هي محاولة لتقليص الفوارق ما بين الجنوب والشمال نتيجة لإمكانيات التجارة الدولية في أدوات اقتصاد اليوم. اقتصاد اليوم طبعا قائم على التجارة الدولية، وهناك خيار يتيح الاقتصاد التضامني اللي هو التجارة العادلة. طبعا هل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني نمطا اقتصاديا فاعلا في مواجهة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية؟ مثلا في المنطقة المغاربية برز الاقتصاد الاجتماعي في تجديد ونقد تام للمضمون والمقاربة التقليدية القديمة للاقتصاد التضامني، تجارب التعاضد والتعاون في بعض الدول العربية. في أواخر الثمانينات برز كإجابة للآثار السلبية لتبني برامج التعديل الهيكلي كحل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها المنطقة، متجاوزا بذلك التجارب التقليدية القديمة للاقتصاد التضامني. طبعا مبادئ الاقتصاد التضامني هي عدم قابلية الممتلكات وأدوات الإنتاج للتقسيم، إعطاء الأولوية لتنمية الإنسان وتدمين العمل على تنمية الرأس المالي
والمادي في توزيع الدخل، التسيير الديمقراطي في صنع القرار، صوت لكل عضو أي كان حجم مساهمة العضو، الانضمام الطوعي والحر دون تمييز، الإدارة، التسيير الذاتي والمستقل، تكرس طبعا الاقتصاد الاجتماعي التنظيمي يكرس خدماته لأعضاء هذه التنظيمات المكونة له أو للمجموعة بدل الغاية الربحية، تخصيص جزء أكبر من الفائض إن وجد لتطوير أنشطة المنظمة أو المصلحة العامة. تكلمنا عن الأهداف بشكل عام، وهون الآن نتكلم عن أهداف محددة، منها تقريبا هيكلة الاقتصاد غير المنظم الذي سنتطرق له في الجزء الثاني إن شاء الله من هذا الموضوع، تحسين الظروف الاجتماعية والمعيشية للمجتمعات، تحقيق التوازن بين بلوغ المردودية الاقتصادية والمصلحة العامة، تحقيق العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات، خلق دينامية وطنية للتضامن وتعزيز التماسك الاجتماعي، تعزيز مشاركة المجتمع المدني في التنمية المستدامة. طبعا مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني هي التعاونيات، التعاضديات، جمعيات تمويل الأصغر، المؤسسات ذات المنفعة التضامنية، جمعيات ذات منفعة اقتصادية واجتماعية، مؤسسات ذات غاية اجتماعية بشكل عام. طبعا والاقتصاد الاجتماعي والتضامني هو حتى في أوروبا، مثلا في بلجيكا وفرنسا وهولندا يساهم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بنسبة 10% من الناتج الداخلي الخام. وأظهرت هذه التجارب مجتمعة أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني مكن بعض البلدان من التغلب على بعض الأثار السلبية التي خلفتها أزمة 2008 التي بينت مساوئ نمط الإنتاج السائد وعدم استقرار البنيوي. المنطقة العربية تبرز المعطيات والدراسات مدى ترابط ازدهار قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من جهة، وبين انخفاض مستوى الفوارق الاقتصادية في المجتمعات العربية، وذلك يعود إلى المساهمة الفاعلة لمؤسسات الاقتصاد الاجتماعي التضامني كالتعاونيات في استحداث فرص تشغيل، ارتفاع مستوى الأجور والمداخيل واحترام شروط العمل اللائق في هذا النوع من في مؤسسات هذا النوع من الاقتصاد والاقتصاد التضامني والاجتماعي. طبعا في السنوات الأخيرة ثبت عدم قدرة منوال التنموي السائد في بعض الدول، عدم قدرته على معالجة المشاكل الاجتماعية والتنموية نتيجة اختلالاته وإنتاجه للتفاوت الجهوي وعدم استيعابه للفئات المهمشة، يمثل وبذلك يعود الاقتصاد التضامن الاجتماعي يمثل أحد السبل الرئيسية لمواجهة الفقر وبالتالي تحسين مستوى المعيشة للفئات الهشة من النساء والشباب والمجتمع ككل. طبعا آليات تمويل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني أبرز طبعا إن الاستقلالية الحقيقية مدخلها المال، أي استقلالية لازم يكون، وإذا غابت الموارد المالية فإن القطاع سيظل رهين سياسات واختيارات البنوك التجارية، لذلك لابد من تقنين فتح خطوط تمويل بصفة تفاضلية لدى المؤسسات المالية لفائدة مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، منح امتيازات جبائية ومالية حسب صنف المؤسسة وطبيعة نشاطها، إحداث بنك تعاوني، هذا البنك التعاوني يتكون من مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامن المساهم الرئيسي في رأس ماله، تخصص نسبة من الطلبات العمومية لفائدة مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني مع احترام مبدأ المنافسة وتكافؤ الفرص طبق التشريع الجاري به العمل. أهم التحديات المطروحة في موضوع الاقتصاد التضامني أو في هذا الحقل، نقص الإحصائيات والمعطيات المتعلقة به، عدم وجود إطار تشريع متكامل، على فكرة فيه قانون الاقتصاد التضامن الاجتماعي أو تشريع في تونس، في توصية من المجلس الاقتصادي أيضا الاقتصادي الاجتماعي في المغرب بإرساء تشريع خاص بالاقتصاد التضامني. من التحديات المطروحة أيضا ضعف الاهتمام بثقافة الاقتصاد الاجتماعي لدى الشباب والمجتمع المدني العربي، ونقص التنسيق والتشبيك، قياب شبك كلي لآليات التمويل لدعم المؤسسات الاقتصادي والاجتماعي، ونقص هياكل المساندة والمرافقة لضمان ديمومته. دور أطراف الإنتاج في دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في المنطقة العربية، باعتبار ثقل تداعيات الأزمات الاقتصادية على اقتصاديات المنطقة كبير جدا، فإنه من الضروري تبني سياسات واسعة النطاق ومتكاملة للتخفيف من الآثار الاقتصادية، وهذه التدابير تضمن سياسات مالية ونقدية فعالة وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية وتعزيز السلامة الصحية
والتنشيط الحوار الاجتماعي، وهذه كلها مبادئ يدعو لها الاقتصاد الاجتماعي والاقتصاد الاجتماعي والتضامني. دور الحكومات للنهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني على في مثلا كما قلنا لازم لابد من توفير الإطار التشريعي، اعتماد إصلاحات في مستوى الأسواق المالية لاستيعاب شكل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، إحداث هيئات استشارية مستقلة، تعديل وإحداث تشريعات مبنية على المساواة، تحسين أوضاع طبعا النساء، دعم أحداث تعاونيات، دعم مبادرات التسيير الذاتي، تحرير التعاونيات، دعم اللامركزية، إرساء بيئة قانونية، إرساء آليات مبتكرة، إحداث هياكل مساندة. دور منظمات العمال وأصحاب الأعمال للنهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني. في تونس مثلا هناك تجربة كانت الحاجة لتجديد تجربة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وإعادة تسيير نابعة من منظمات المجتمع المدني والنقابات العمالية، وانخرط فيها المواطنون وأصحاب القطاع والمعنيون بالأمر، ولم تفرض من قبل مؤسسات الدولة. من بين المبادرات التشريعية نذكر مشروع القانون للاتحاد العام التونسي للشغل الذي قدمه شهر أغسطس 2016، من بين المبادرات التي قدمت في تونس. الآن ننتقل إلى الجزء الثاني اللي هو الاقتصاد، اللي هو العمل الهش والاقتصاد وتطوير الاقتصاد اللي هو دور الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في الحد من العمل الهش وتطوير القطاع الغير مصنف. طبعا أريد فقط هنا أشير إلى موضوع نظري، العنوان في العنوان الاقتصاد الغير منظم أو الاقتصاد المذكور في العنوان أنه الاقتصاد الغير مصنف. طبعا مؤخرا في النقاشات الأكاديمية بخصوص السمة غير المنظمة اللي هي سمة القطاع الغير مصنف، هناك نقاش نقل ظاهرة نطاق القطاع، تقريبا نظار ظاهرة السمة غير المنظمة من القطاع إلى الاقتصاد، فصار المصطلح هو اقتصاد غير منظم أو اقتصاد غير مصنف، والمفهوم الآن صار يستند على مفهوم قائم على يعني انتقل من مفهوم قائم على المنشأة أو المؤسسة إلى مفهوم لا يشمل وحدة الإنتاج فحسب بل أيضا خصائص الوظيفة أو العامل. وعليه تم تعريف الاقتصاد الغير منظم اللي هو الاقتصاد الغير مصنف بوصفه جميع الأنشطة التي لا تشملها الترتيبات النظامية أو لا تتطرق لها بما فيه الكفاية في القانون أو في الممارسة، ويمثل مفهوم الاستبعاد محور هذه الضوابط استبعاد، حيث يشير إلى العاملين الذين يستبعدون أساسا من عمليات التبادل التي تجري في إطار نظام معترف به، وقلما تأخذها الحسابات الوطنية والإحصاءات الرسمية بعين الاعتبار، مما يجعلها خارج إدارة الاهتمام عند صياغة السياسات. من أجل توضيح أكثر، هو تقريبا كل العمل الهش في الغالب يقع في الاقتصاد الغير مصنف، يعني ما في عمل هش إلا وهو نابع أو يحدث في القطاع الغير مصنف أو الغير منظم. طبعاً إلا في بعض الدول التي يعني الدول النامية مثلاً، عندنا ظاهرة العقود، بعض العقود في بعض المؤسسات نظامية، لكن العقود فيها يمكن وصفها بعقود عمل هش أو عمل هش بالنسبة للعاملين، لكن في الغالب دائما العمل الهش يكون موجود في القطاع الغير مصنف أو الغير منظم. طبعا القطاع الغير منظم في العالم العربي تتراوح العمالة غير النظامية في المنطقة العربية خارج القطاع الزراعي بين 45 و 65%، ويتراوح معدل العمالة طبعا في بلدان المغرب العربي العمالة غير المنظمة إلى 53.5%، مثلا يصل معدل العمالة الغير منظمة في بلدان المغرب العربي إلى 53.5%، وفي بلدان المشرق العربي يصل حجم العمالة الغير منظمة إلى 73.4%.
وقدرت بعض الدراسات نسبة العمالة تقريبا العمالة الغير النظامية في الأقطار العربية غير الخليجية لوحدها وحدها ب 67.2 من قوت العمل، لكنها لا تنتج إلا 35 من الناتج القومي الإجمالي. إن النشاط الاقتصادي غير رسمي لا يزال يشكل التحدي الأكبر أمام البلدان النامية. هذا مقتطف من تقرير للبنك الدولي أصدره 2019. طبعا يقول فيه أن العمالة غير الرسمية تمثل أكثر من 70% في إفريقيا جنوب الصحراء و 60% في جنوب آسيا وما يربو على 50 في أمريكا اللاتينية والهند. ويشير التقرير إلى أن القطاع الغير الرسمي في حدود 90% في الهند وحدها، على الرغم من النمو الاقتصادي السريع واعتماد التكنولوجيا ونقل الأجور والإنتاجية، وتقل الأجور والإنتاجية كثيرا في القطاع غير الرسمي، ولا يحظى العاملون في القطاع غير الرسمي بأي تأمين صحي أو حماية اجتماعية. وقد تمنع التكنولوجيا تحول إفريقيا وجنوب آسيا إلى التصنيع بالطريقة التي تنقل العمال إلى القطاع غير الرسمي. ومن التدابير التي يمكن أن تتخذها السلطات المحلية لدعم عمليات الانتقال مالي، دعم المبادرات الإدارية القائمة على المجتمع المحلي. طبعا الآن ندخل في التدابير التي يمكن أن ينتقل بها ينقل بها الاقتصاد الغير من الاقتصاد غير منظم إلى اقتصاد منظم، وننتقل من العمل الهش إلى عمل غير هش، ومن عمل غير لائق إلى عمل لائق. دعم المبادرات الإدارية القائمة على المجتمع المحلي، طبعا عندما نقول دعم المبادرات الإدارية القائمة على المجتمع المحلي فنحن نشرك أحد أطراف الاقتصاد التضامن والاجتماعي، وتعزيز آليات الحوار الاجتماعي وتيسير الوصول إلى السوق وزيادة الاستثمارات الداخلية والمشتريات المحلية والارتقاء بسلاسل القيم وتعزيز المنهجيات كذية العمالة من أجل تطوير الهياكل الأساسية وتبسيط تسجيل الأعمال وتنظيمها وتوفير خدمات دعم الأعمال وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص. طبعا فيه بالإشارة إلى إمكانيات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في نقل الاقتصاد في تنقل الاقتصاد غير منظم إلى نقل الاقتصاد غير منظم إلى اقتصاد منظم. هناك تجربة للأرجنتين عندما كانت في أزمة اقتصادية عام 2001، فهناك قامت الجهات الفاعلة المحلية بدعم من منظمة العمل الدولية بتصميم استراتيجيات تنمية استراتيجيات تنموية اقتصادية محلية، عززت خدمات التوظيف العامة وأنشأت مرصد لسوق العمل وحددت قطاعات النمو وعززت فرص الاستفادة من التدريب وبناء القدرات بالنسبة للوزارات والسلطات المحلية. وفي أوغندا مثلا نقلت إدارة السوق العامة من البلديات إلى ائتلاف للإدارة المشتركة كطرف من أطراف الاقتصاد التضامن الاجتماعي. هذا الائتلاف يضم عدة جهات من أصحاب المصالح. طبعا ونفس الموضوع جرى في بعض المدن الآسيوية مثل بانكوك وشيانغ ماي وبعض مدن سنغافورة. طبعا تم دعم هناك إجراءات دعم الهياكل تم هناك دعم إجراءات أدت إلى أن إلى تخصيص الهياكل الأساسية، ووفرت الخدمات لصالح أصحاب المشاريع المحليين، مما أدى إلى ازدهار الأسواق المحلية وتراجع العمليات غير المنظمة. ويشكل تطوير الاقتصاد الاجتماعي والتضامني طريقا واعدا لتسهيل عمليات الانتقال إلى السمة المنظمة على الصعيد المحلي، وتطلع التعاونيات بمختلف أنواعها والمنظمات التابعة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بدور هام في التنمية المحلية لا سيما في المناطق الريفية. ويقدم النهج التعاوني إزاء التنمية آلية مفيدة للربط بين متطلبات ومسارات التنمية المحلية والوطنية، وتمثل التعاونيات رصيدا هاما بالنسبة إلى نهج التنمية الاقتصادية المحلية بدءا من المنظمات بالغة الصغر وصولا إلى المنشآت العالمية التي تقدر بملايين دولارات. وبإمكان هذه التعاونيات سد الفراغ الذي يخلفه قياب المجتمع والذي نجد له بعض الوجود على الصعيد المحلي عن طريق توفير حلول ملموسة للتحديات الناشئة خلال عملية تطبيق نهج التنمية الاقتصادية المحلية.
ومن الأمثلة على ذلك ظهور تعاونيات مالية في مواقع استراتيجية من أجل تسيير الحصول على التمويل ومن أجل تقدير إمكانات المنشآت المحلية. وثبت أن التعاونيات تشكل خطوة هامة في المضي قدما نحو الانتقال إلى السمة المنظمة، أي إلى الاقتصاد المنظم أو إلى الاقتصاد المصنف، وقد يشرع أعضاؤها في الضلوع بأنشطة في إطار وحدات غير منظمة يمكن أن تنمو لتصبح كيانات تجارية، وتوفر التعاونيات نتيجة لتسجيلها وسائل يسهل الوصول إليها للحصول على الاعتراف القانوني، لا سيما وأن متطلبات رأس مالها لغرض التسجيل ضئيلة للغاية. علاوة على ذلك فهي توفر قاعدة للمجازفة والحصول على الائتمان والخدمات الأخرى، وذلك عن طريق تعزيز الكفاءة والأمن الاقتصاديين. طبعا هذا بخصوص النظري. أما بخصوص تقريبا ممكن كل الكلام الذي تناولناه نظريا نسقطه على تقريبا موريتانيا. فموريتانيا عندما ننظر إلى الإحصائيات تقول أن تقريبا 86 من العمالة في موريتانيا هي عمالة في القطاع الغير مصنف. وطبعا هذا يلفت النظر إلى الإمكانيات التي أو إلى الفرص التي ممكن أن التي أمام مؤسسات الاقتصاد التضامن والاجتماعي في موريتانيا من أجل تصحيح وضعية مثل هذه، حتى تكون هذه 86 من العمالة في موريتانيا عمالة منظمة أو داخل قطاع منظم. من أجل ماذا؟ من أجل أن تكون هذه العمالة لها حقوق، عندها حماية اجتماعية، عندها ضمان اجتماعي، يكون لديها كل ما يتعلق بالعمل اللائق. تقريبا عندما فيه أيضا موضوع مهم بالنسبة للمنظمات، منظمات التضامن والاجتماعي في موريتانيا بخصوص العمل اللائق أو العمل الهش. تقريبا موريتانيا تنفرد بمعدلات عالية لعدم التغطية الصحية تصل إلى أكثر من 50%. وموريتانيا ترتيب موريتانيا على مؤشر رأس المال البشري 2018 هو 150 من أصل 157 دولة. طبعا بوصفكم شباب علمي في موريتانيا أنا أردت التركيز على موضوع يتعلق بالرأس مال البشري. الرأس مال البشري حسب من أجل عمل لائق للناس لا بد من بناء رأس مال بشري. وطبعا رأس مال بشري يتكون من المعرفة والمهارات والصحة التي يراكمها الناس خلال سنوات حياتهم، وتمكينهم من تحقيق إمكاناتهم وتطلعاتهم كأعضاء منتجين في المجتمع. ويعود رأس المال البشري بمنافع كبيرة على الأفراد والمجتمعات. طبعا بالنسبة للأفراد تدور كل سنة إضافية في التعليم المدرسي عائدات أعلى من المتوسط، وهذه العائدات كبيرة في البلدان المنخفضة المتدخل. ومع ذلك فإن ما يتعلمه الأطفال أهم من طول فترة بقائهم في المدرسة. في الولايات المتحدة مثلا يؤدي استبدال معلم متوسط الكفاءة إلى زيادة إجمالي الدخل الذي سيجنيه طلاب الفصل طوال حياتهم بمقدار 250 ألف دولار. ومن شأن تطوير المهارات الاجتماعية السلوكية مثل القدرة على العمل ضمن الفريق والتعاطف وحل المنازعات وإدارة العلاقات يعزز رأس مال بشري للأشخاص. كما أن الصحة من المكونات المهمة رأس مال بشري، فالأشخاص الأصحاء أكثر إنتاجية. مثلا في نيجيريا زاد برنامج الكشف عن مرض الملاريا وعلاجه دخل العمال بنسبة 10% خلال أسابيع قليلة. في كينيا أظهرت دراسة أن القضاء على الديدان في مرحلة الطفولة قلل حالات القيام في المدارس ورفع الأجور في سن البلوغ بنسبة تصل إلى 20%، وذلك بفضل حبة يتكلف إنتاجها وتوزيعها 25 سنت فقط. ومنذ سنوات العمل المبكر تكمل أبعاد رأس المال البشري المختلفة بعضها بعضا، فالتقلية السليمة خلال شهور الحمل والطفولة المبكرة تعمل على تحسين الرفاه الجسدي. وكشفت أدلة من المملكة المتحدة أن تلاميذ المدارس الذين يتمتعون بنظام غذائي صحي زاد بشكل كبير تحصيلهم في اللغة الإنجليزية والعلوم. وفي الهند ساهم تدريب الصغار في رياض الأطفال
على ألعاب تعتمد على الرياضيات في تحسينات دائمة في قدراتهم على الاستنباط. أنا ما أريد أن أصل إليه أنه في موريتانيا في ثقرات كثيرة، وفي هناك خصوصية للمجتمع، هذه الخصوصية يجب استقلالها من أجل تنمية البلد. فعندما مثلا تتحول مشاريع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني إلى مبادرات أنا عندما أشوف الحملات الانتخابية في موريتانيا أو زيارات الرئيس إلى الداخل، أول ما يجول في خاطري أن لو استثمرت كل هذه الأموال في شيء يعود على 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 على, على, على مثلا الولايات الداخلية، على التعليم هناك، على الصحة، على الطرق، فهذه منافذ للاقتصاد الاجتماعي والتضامني. فعندما تتحول هذه المبادرات إلى تقريبا هذه المبادرة، لو تحولت تنمية البلد إلى مبادرات سياسية ربما تكون النتيجة أفضل، بمعنى أن يجب أن يتبنى الرسميون والسياسيون في موريتانيا المنافذ التي يتيحها الاقتصاد التضامني والاجتماعي من أجل تنمية البلد. فنحن التحدي كبير، والتحدي يبدأ من التعليم إلى كل مجالات الحياة. هناك تحدي في موريتانيا، وكل مجالات الحياة في موريتانيا هي بحاجة إلى مبادرات اجتماعية. مثلا عندما نقرأ الآن أن في فرنسا يوظف في الاقتصاد التضامن الاجتماعي 2.4 مليون موظف، أي ما يمثل 10.5 من العمالة في فرنسا، وهذا الاقتصاد التضامن الاجتماعي مسجل في فرنسا فيه 220 مؤسسة. هذا يعطيك فكرة أنه المخزون التضامني في موريتانيا أو المخزون الاجتماعي، المبادرات الاجتماعية، هو مخزون يعني غير مستقل. ولذلك أنا أدعو إلى مبادرات اجتماعية تضامنية لصالح التنمية في موريتانيا، يتبناها طبعا لازم أن يتبناها الرسميون، ويتبناها الأكاديميون، ويتبناها طبعا المنفذ اللي هو منافذ الاقتصاد التضامني. فمثلا عندما نفكر أن الشباب العلمي في موريتانيا سيفتحون أقسام تقوية لأطفال الابتدائي في أكثر من قرية في موريتانيا في الداخل، فهذا هو الذي يبني رأس مال البشري. فأنا الآن كنت أقرأ أو قرأت عليكم موضوع يتعلق بتكوين رأس مال البشري. تصور أنه في الولايات المتحدة يؤدي استبدال معلم متوسط الكفاءة، يعني عندما يستبدل معلم متوسط الكفاءة بواحد أحسن منه كثيرا، أحسن منه قليلا ولو قليلا، يؤدي هذا إلى زيادة إجمالي دخل الطالب طلاب الفصل طوال حياتهم بمقدار 250 ألف دولار. فعندما نحن نشيع موضوع التطوع أو دعم التعليم في موريتانيا خاصة من شباب علمي، فهذا سيكون في صالح الاقتصاد بشكل لا يتصور، سيدعم الاقتصاد بشكل لا يتصور. عندما تعالج بعض الأمراض التي يعني حتى المنظمات الدولية الآن توفر لها العلاج مجانا، فعندما توصلها منظمات المجتمع الاقتصادي ومنظمات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني إلى محتاجينها في موريتانيا، هذا سيزيد من وسيقوي الرأسمال البشري في موريتانيا. يجب أن نتجاوز العمل الخيري التقليدي، مع أنه يعني عمل خير مهما كان، لكن يجب أن نتجاوز إلى مشاريع إبداعية تعالج الإشكاليات التنموية في موريتانيا. يجب أن يكون هناك مشاريع تتعلق بالتعليم في موريتانيا، مشاريع تتعلق بالصحة في موريتانيا، مشاريع تتعلق بالتمويل الصغير في موريتانيا.
فنمط التكافل الموجود في موريتانيا أو نمط التضامن الموجود في موريتانيا هو نمط تقليدي، مثلا ربما إعطاء مبلغ لأسرة يكون أحسن منه توظف شاب من الأسرة، أو أحسن منه تصرف على تعليم شاب في أسرة ضعيفة، أو ربما أحسن منه أنك تعتني بشاب بطفل ما زال صغير توفر له كل الإمكانيات من أجل أنه يدرس دراسة جيدة، أو من أجل أنه تكون صحته جيدة. هذا موضوع أنا أريد أن أركز عليه. كنت الليلة طبعا هذا كل ما عندي، إذا عندكم إضافة تفضلوا أو أسئلة، وشكرا. شكرا شكرا دكتور، شكرا على العرض المميز، على العرض المميز، شكرا. مريت نقاط على ياسر النقاط، ونحاول كل مره نتكلم معك نسجل بعض النقاط المهمه التي نحاول نراجعها بعدين. لذلك من لو يمكن يعني نطلب من المتابعين على الفيسبوك انهم يكتبوا لنا اسئلتهم اللي حابين يطرحوها للدكتور. وقبل ما نطرحك اسئله، قبل ما نطرحك اسئله المتابعين، نذكرك النقطه الاخيره اللي اثرتم هي الاخيره، قضيه راس المال البشري. طبعا معك دكتور هذه النقطه، قضيه اهميه راس المال البشري. هذه المهم، هذه النقطه كانت سبق استشار عليها هذه السنوات الثلاث الاخيره او الاربع سنوات الاخيره. امنا ان اهم شيء هو راس المال البشري، وتكون راس المال البشري هو اللي راح يسمح لك انك الصبح تقدر انك تعطي اليوم تعطي تكوين يعني صالح للشاب، تو تعليم صالح للشاب. انت هون ساعدت انه هو قد يقتحم سوق العمل، قد يوفر فرص عمل لراسه، قد يختار مشاريع لراسه، ما يحتاج مثلا دائما ينتظر عن مسؤولات رسميه تعطيه فرص عمل وتشغله وتعطيه فرصه. هذا من اهم النقاط اللي كانت صايره في السنوات الاخيره، ولذلك حاولنا دائما ان نتم دورات تكوين تكوين الفورماسيون باش نطور مهارات الشباب ونحسن قدراتهم. فكم النقص اللي تعطي اللي ربما يكون في المدرسه عندهم، اضافه نقطه انك يتبدل استاذ عنده درجه من الكفاءه معينه باستاذ اخر، راح تحسن يتحسن المستويات انتاجيه ذاك الطالب. هذا الدور تقوم به الشبكه الاموية بطريقه او باخرى، نحاول نكمل الدور تقوم به المدرسه من ناحيه تطوير مهارات تكوين عدد الشباب دائما في الدورات التكوينيه على بعض المواضيع دائما نشوفوا عنها اللي يحتاج السوق او تكون مهمه لهم. هذه نقطه مهمه جدا. وفي نقطه اخرى في الاخير ثاني، قضيه المبادرات التعاونيه، قضيه العمل الخيري التغريدي اللي يقوموا به دائما، الدعم اللي يقوموا به دائما، نعتقد لقاش فضاء وشكيما. وهم مثل يقول لك عنك ان تعلم من الصيد خير من تعطيني سمكه. علمني الصيد وخليني انا نمشي نصيد راسي، علمني انا كيفاش من قد نحصل الفضاء، واعطيني اعطيني 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 باش من قد نمشي نختار مشاريع راسي، نختار مشاريع تنمية راسي. وهون هذا يرجع بينا طبعا مثال معروف، مثال محمد يونس، قضيه الميكروكريدي، بنوك تمويل الميكروكريدي. هذه شروط محمد يونس يعني كثير مهمه في هذا المجال، وحتى لما نستفاد من الامور الثانيه دعم النساء اللي في التعاونيات واللي في المناطق الواحات والمناطق البعيده الامور الثانيه. وفما نقطه اخرى هي قضيه عدم وجود قانون منظم، يعني من ذاك كان عدم وجود هذا القانون المنظم للاقتصاد، من ذاك كانوا عائق. والله اصلا قاع الناس يعني ما عندها قاع علم هذا وجود هذا الاقتصاد. والله حتى انك مثلا تشوف عنك رغم عنك اليوم موريتانيا لما الناس تمارس هذا الاقتصاد التنموي الاجتماعي من خلال التعاونيات اللي عندنا في الواحات في موريتانيا، والله عندنا مناطق في موريتانيا، لكن الناس تمارس هذا بشكل يومي كعاده، ما ترى بنهايه المتعدد هو نوع من اشكال الاقتصاد التنموي الاجتماعي. وانا خاصه طالب عن يعود فمل قوانين منظمه كانت تحسن من انتاجيه منظمتها، وحتى تتعاونها من اجل منتجاتها اللي تعدى للانباع بمستوى تحسن ارباحها من ناحيه دعمها ووفر لها فرص لها بقدر توفرها بقدر تبيع منتجاتها خارج منطقه سكنها. كان هذا عدم وجود قانون هون عائق قدام هذه التعاونيات، والله هذه التضامنيات اللي هم ينتجوا وتحسين انتاجيتهم.
جيد، شكرا. طبعا هو القانون مهم وضروري، لكن الرهان في الدول النامية الآن على الأفراد، على السكان أكثر من الرهان على قانون. ربما هو صحيح القانون مهم للممارسة، مهم للحماية، الحماية القانونية للأشخاص أو الحماية القانونية للأعمال، لكن تجربتنا في القانون، تجربة القانون في الدول النامية، أنه ليس، يعني ليس القانون لوحده هو الذي يجب أن نركز عليه، بل الآن هو التوعية أساساً. هذه المنظمات أو التعاونيات تحتاج لوحدها، تحتاج هي التوعية على كيف ممكنها أن تكون فعالة، عن كيف يمكنها أن تحسن من أدائها، كيف يمكنها أن تزيد من إنتاجها، كيف يمكنها أن تساهم بشكل أفضل في النمو الاقتصادي، أن تشاهد أنت 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 أن أن تلعب دور أساسي في تنمية البلد، وفي توفير عمل لائق لأعضائها، وفي توفير دخول محترمة لأعضائها. هذا هو الأساس. والقانون طبعا، إنه القانون مهم ويتيح فرص، لكن الأهم قبل القانون أن تكون هناك توعية لهذه المنظمات أو هذه الكيانات مهما كانت، توعيتها بالدور الذي ممكن أن تلعب، والإمكانيات المتاحة لها محليا، والإمكانيات المتاحة لها دوليا. أرجو أن يكون أجبت. هذا حين السؤال الاخر طرحه ابراهيم كان عن قطاع، قال لك عن قطاع القطاع المصنع في الهند انه يشكل حوالي 85%. كيف استطاعت الهند التعايش والسير وقف باقتصادها في النمو؟ شوف، هو التجربة الهندية. يجب أن يعني أن نوضح شيء بخصوص تصنيف قطاع غير مصنف. أغلب الدول النامية، تقريبا أغلب الدول النامية، الاقتصاد هو، خلينا ننتقل من القطاع إلى الاقتصاد. قطاع، ما نقول قطاع، نحن ربما نتكلم عن جزء، محدود، وعندما نتكلم عن الاقتصاد فنحن نتكلم عن شيء أشمل. لذلك تقريبا كل الدول النامية الاقتصادات، الاقتصاد معظم الاقتصاد هو اقتصاد غير مصنف. صح. لذلك منظمة العمل الدولية عندها برامج الآن مع هذه الدول من أجل انتقال أن تنقل اقتصاداتها من اقتصادات غير منظمة إلى اقتصادات منظمة. طبعا هذا الاقتصاد غير منظم في جزء متعلق بالعمل أو بالإنسان، هو الذي تحاول منظمة العمل الدولي، أن تحسن منه، لكنه طريقة عمله أو طريقة العمل في هذا النوع من الاقتصادات تتعلق بتقاليد المجتمعات أساساً، تتعلق بالتركيبة السكانية لهذه المجتمعات، تتعلق بأشياء كثيرة تتعلق بالمجتمع، وبالتالي المجتمعات تستطيع أن تنتج، ما تستطيع أن تنتج حسب طبيعتها هي. لذلك التعايش مع الاقتصاد الغير التعايش مع القطاع غير المصنف، أو الفعالية، داخل القطاع غير المصنف، هي ممكنة فعلا، خاصة إذا نحن نتكلم عن أرقام. لكن يبقى هو وضعية العمالة داخل هذا القطاع الغير مصنف، وهذا موضوع آخر. الإنتاج سيكون فيه إنتاج، سيكون فيه مساهمة في الاقتصاد، سيكون فيه مساهمة للإنتاج المحلي، لكن هذا الإنتاج أو هذا الأداء يخفي هضم لحقوق العمال، يخفي تجاوزات كثيرة، وبالتالي دكتور، زي
هذا الحين السؤال الاخر هو حول المناخ. الاعمال الموريتانيه كانوا قاع تشجع على قيام مؤسسات اقتصاديه لها طابع اجتماعي عظيم تشجع عليها، لان شوف كما قلت هذا شوف انا 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 يعني عندي تحفظ عندما نتكلم عن قوانين ببلدان النامية، موقع لأنها قوانين لقضية المناخ نفسه. المناخ موريتانيا اشتغلت في السنوات الأخيرة على تحسين مناخ الأعمال فيها، وحققت يعني ترتيب جيد على المستوى الدولي، لكن ما مردودية هذا على الاقتصاد. ما مر... نحن كلنا نرى أن هذا ربما يعني هو فقط ربما حبر على ورق ولا ينعكس على الأداء العام للمنظمات أو للأعمال في موريتانيا. احنا نشوف بعض الاحيان، قاعد بتشوف بعض الاحيان مثلا على المستوى الاقتصادي، يعني الدوله حققت نمو مثلا بسرعه او حققت 20%، والله قدمت خطوه خطوتين درجه ذات المستوى الاقتصادي في مؤشر اقتصاد عالمي، لكن هذا طبعا هذا العمليات حسابيه تعدل على حساب انتاج الدوله ومشاريع الدوله كامل، ما يعطينا حقيقه اذا كان هذا النمو مس المواطن البسيط ولا هو مجرد مشاريع كبرى تقوم به الدوله. نحن الدوله تكون مشاريع كبرى تكون غير متجهة مثلا كمشاريع ذات بنية تحتية والله مؤسسات إنشائية كمطارات وأواني أو هذه الأمور، تكلفتهم تزيد نمو الاقتصاد بلد قرار، ما عندهم مردودية كبار على المواطن البسيط. دائما هذا هو اللي يخليك أنك ما حلم وشمات نمو ولا شيء، ما عندهم، ما يعطي حقيقة طبيعة مردودية هذا النمو على المواطن البسيط. هون سؤال آخر، قال لك ترى أن الصناديق الشعبية للإدخار والقرض وصندوق الإيداع والتنمية لهم دور في خلق اقتصاد اجتماعي، وإذا كان جواب لا، ما هو البديل لهم؟ أوكي، بخصوص الصناديق للإدخار والقرض وبخصوص صندوق الإيداع والتنمية، ككل المؤسسات اللي في موريتانيا التي الطريقة التي أنشئت بها والطريقة التي يجب أن تعمل بها، هذا كله يبقى مشاهد على أنه يعني أساساً يرتكز على الأمور العددية اللي في موريتانيا، اللي المظهر العام هو جزء منها. الصناديق الادخار والقرض يمكن أن تلعب دور كانت مهم في الاقتصاد الموريتاني. طبعا التجربه لم تطل، تجربه تقريبا التجربه كانت 2008 2009 2010، كانت تجربه لصندوق صناديق الادخار والقرض تجربه كانت رائعه، لكن تم وأدها للاسف، وحتى الان ما ممكن ان نقول ان هاتين المؤسستين لم تقوما بعد بالدور المشهود الممكن الذي يمكن أن يلعب. شكرا. وعندي سؤال آخر، قال لك نلاحظ الآونة الأخيرة زيادة بعدد الجمعيات الخيرية التي تقدم مساعدات عينة للمواطنين الفقراء جزاهم الله خيرا، ولكن تبقى عاجزة عن تقديم حلول جوهرية تساهم في حل المشكل. برأيكم دكتور، ما هي الاستراتيجيات التضامنية التي ينبغي على جمعيات تبنيها لكي تساهم بحلول جذرية من أجل تنمية الاقتصاد الاجتماعي التضامني؟ اوكي، شوف طبعا نحن قلت خلال كلامي من قبل ان يجب ان تكون هناك، اولا ان تكون هناك نوعيه مشاريع جديده بالنسبه للمؤسسات الخيريه في موريتانيا. موضوع انك لشخص ياكل او يشرب هذا مهم للحياه اليوميه، لكنه هذا لا يساعد الشخص في تكوين دخل ثابت، أو لا يساعد الشخص في أنه يدرس أبنائه، لا يساعد ربما الشخص على المحافظة على صحته. لا في أمور في هذا العمل الخيري في موريتانيا يجب أن تكون هناك مشاريع إبداعية، مشاريع ترتكز على دعم دخول المواطنين، على دعم تعليم المواطنين، على دعم صحة المواطنين، وليس مش لقمة عيش يومية أو وجبة يومية أو وجبتين.
قال لك تدخل التعاونيات ضمن الاقتصاد التضامني وموريتانيا تجربة في هذا المجال منذ سنين عديدة، لماذا لم تنجح موريتانيا في تطوير هذا الأنشطة؟ ربما جاوبنا على اسم هذا السؤال، لكن السؤال هنا قال لك هون لماذا لم تنجح هذه التجربة؟ تجربة التعاونيات وضمن التعاونيات وضمن الاقتصاد التضامني الاجتماعي. التعاونيات في موريتانيا هي ربما تعاونيات ناجحة، تعاونيتين ثلاثة وأربعة، لكن أنت تصور أن القطاع التعاوني في العالم كله الآن تقريبا يساهم بنسب معتبرة في الاقتصاديات الوطنية. في موريتانيا لا نرى له أثر، لذلك التعاونيات في موريتانيا تحتاج إطار تنظيمي، وتحتاج أيضا توعية من أجل أنها تلعب الدور المنوط بها، ومن أجل أنها تساعد في دفع التنمية في موريتانيا، لأنها أساسية، ولأنها ربما مرتبطة أكثر بالمواطنين، مرتبطة أكثر بالفئات الهشة، فلذلك يجب استغلالها استغلال أمثل، يبدأ بتوعيتها، ومن بعد ذلك سن قانون واضح يعالج، يحاول هذا القانون أن يعالج يحاول هذا القانون أن يعالج وأن يأخذ بالحسبان كل الأمور أو كل المجالات التي يمكنها العمل فيها من أجل تحسين أوضاع الفقراء في موريتانيا. عندنا سؤال آخر دكتور، قال لك في نظركم هل المنظومة الإسلامية التمويلية الإسلامية في موريتانيا في وضعيتها الحالية قادرة على المساهمة في تطوير الوجوه للمقاولة عن طريق الاقتصاد الاجتماعي والتضامني؟ عن طريق التمويلات طبعا. ما أظن انا الحين شوف انا ما ما تفضل قد حين تجربة محمد يونس في بنغلاديش وقضية تمويلات الميكرو كريدت الإسلامية. اوكي، بخصوص شو بخصوص مثلا الاطار الاسلامي، في ذا اللي ينقال له الاطار الاسلامي، في ذا اللي ينقال له هذا مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. في موريتانيا عندنا موضوعين خارج الفعاليه الاقتصاديه، عندك الزكاه وعندك الوقف. هذه مواضيع، هذه منافذ ممكن أن توفر تمويلات كبيرة جدا، لكنها في موريتانيا غائبة، ما في مؤسسة للزكاة، وفي أظن إدارة أو شيء للوقف، لكنها لا تقوم بدور يذكر. لا أعرف هل في موريتانيا منظومة تمويلية إسلامية، لا يعني لا أعرف هل هو موجود في موريتانيا. ما أعرف أن كل شيء يتعلق بمساهمة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أو يتعلق بمنافذ الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في موريتانيا، لا أثر له يذكر. دكتور حديثكم ثاني عن قضية صناديق الزكاة والوقف في موريتانيا، أنها غير مستخدمة في موريتانيا وغير مستقلة، هذا صحيح؟ هذا يحل ربما التجربة في ماليزيا، عندهم صندوق للحج في دولة فيها إندونيسيا، سبيكر اليوم مسلم، اليوم مسلم، وعندهم بدنا الناس تدفع أموال حج وتنتظر أن يصل الدور، وهذه الأموال تستخدم الحكومة بتمويل مشاريع تمويلية. ونفس الشيء ثاني في أوروغواي، قضية شيكاغو براذرز، اخو شيكاغو اللي استقلوا صناديق تقاعد في مشاريع تنمويه مقابلها تنتج بدل ما تتم مجرد اموال مخزنات ولا تنتج. اصلا في موريتانيا مثلا قضيه الزكاه، هذا يرجعنا قضيه مناخ الاعمال في موريتانيا، عن الامور تتم بطريقه تقليديه. مثلا استغلال الاموال الزكاه والوقف، هي اموال موجوده وتستخرج، لكن تستخرج تقسم على حسب علمي يعني، وتقسم بطريقه تقليديه. مثلا
اي تدخل الدولة تستقل هذه الاموال من اجل توجهها توجيه المعلن، هذا اللي رجعنا عنك واخوها واحدين وعطوها المصارف طبعا، قال ما استقلت كاستقلال الامثل. هو السؤال كان لك يمكن اعتبار البنوك الاسلاميه من الاقتصاد التضامني، اوكي كذلك. لا، البنوك الاسلاميه هي بنوك ما عندها علاقه بالاقتصاد التضامني. هذا قد رجع انك تعاود تذكر بطبيعه قضيه تذكر بمؤسسات الاقتصاد التضامني الاجتماعي. انه اللي هم التعاونيات والتعاضديات، وعندنا التعاونيات والتعاضديات طبعا لا تتعلق بقطاع واحد، تعاونية زراعية، تعاونية في شيء، في تعاونية تتعلق بالصحة، تعاونية تتعلق بالتعليم، تعاونيات مختلفة. في تقريبا أكثر من في أنواع يعني مختلفة من التجارة العابرة التي تكون بين بين الشمال والجنوب. هناك الآن مثلا بعض المنظمات أو بعض الهيئات التي تحاول مثلا أنها أو تعمل على مناخ تجارة دولي عادل. فيه أكثر من نوع، أكثر من منظر من منازل الاقتصاد التضامني. مهم أنها تقوم على التعاون والتعاضد وغير ربحية في الأساس، وأي يعني أي نشاط وأي أي نشاط أي نشاط مشترك بين أكثر من سواء أشخاص أو مؤسسات غير ربحي ويهدف لهدف عنده هدف اجتماعي، فهو ممكن أن نصنفه على أنه منفذ من منافذ الاقتصاد التضامني والاجتماعي. عندنا سؤال آخر هو قضية دور التمويل التشاركي كوسيلة لتمويل المشاريع، لتمويل مشاريع اقتصادية ذات بعد اجتماعي، وهل يمكن أن ينجح هذا النوع في موريتانيا؟ التمويل التشاركي. طبعا التمويل التشاركي هذه تستخدم بعض مصادر التمويل أو بعض الخيارات التي يتيح التضامن والاجتماعي غير مستغلة في موريتانيا، ويمكن أن يكون لها مستقبل واعد لو تم تقريبا أن تركز على المشاريع الاقتصادية طبعا ذات البعد الاجتماعي في مناطق تكون مختارة على أساس الحاجة، على أساس أيضا حاجة الأفراد وحاجة السوق، وتكون في دراسة جدوائية تتعلق بالمناطق التي يمكن أن يكون لهذا التمويل التشاركي فيها أن يكون له نتيجة إيجابية على الاقتصاد الوطني. طبعا من أهم هذه المناطق طبعا راح تكون طبعا هي قضية هي مناطق التعاون، هي التعاونات، مناطق الريفية ومناطق الواحات، مناطق الضفة اللي فيها النساء تقوم بأعمال يدوية من أجل صالحة للزراعة، مناطق الزراعية، مناطق في مناطق يجب أن يكون التركيز عليها أكثر من أجل طبعا لكثافة السكان وللخيارات، أيضا الخيارات المتاحة فيها، خيارات الزراعة وأمور كثيرة متوفرة في مناطق عن مناطق أخرى. طبعا الشاهد في موريتانيا مثلا عندنا بعض مناطق موريتانيا من تعاونيات النساء يقوموا بصناعه بعض الاواني من 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 الطين، ولا من هذا اسمه اوراق النخل، يعني مخلفات الواحات، ويقوموا بالزراعه في النخيل، ويقوموا بالزراعه على ضفه النهر. هذا كامل هم زي مناطق طبعا مستوى التعليم فيها متدني، ومستوى حتى الاميه بعض الاحيان متدني فيها. هذول النساء يقدروا لهم عن طريق هذه الاعمال اليدويه بالصفه اللي يعدلوهم وما بيديهم انهم يقصون مستوى الفقر عندهم، يوفروا فرص تمويل تمكنهم من وفر وقوتهم اليومي، وبعض الاحيان حتى انهم تمكنهم انهم يدروا اولادهم. وكيف ما قلنا عنه كل ما قريت تقدر تحسن مستوى المعيشه مستقبلا، وحتى مستوى دخلك مستقبلي.
ودكتور ممكن ثاني يقول لنا مثلا كيف الثاني تستفاد من التجربه مثلا الارجنتينيه او البولنديه او حتى تجربه في دول المغرب في اواخر الثمانينات اللي الانتقال الى اقتصاد التضامن الاجتماعي او تحسين او هيكله اقتصاد التضامن الاجتماعي من اجل الحد من العمل الهش وتطوير القطاع او الاقتصاد الغير مصنف في موريتانيا تطوره طبعا وهيكلته. نعم الكرة كاملة صار عندك. اوكي، شو بخصوص التجارب المختلفة في العالم، حتى العالم مثلا، حتى المناطق الجغرافية القريبة، حتى أنا شخصيا كنت شاهد على تجربة تقريبا بداية التسعينات في قرية نائية كان فيه مصنع للسجاد، تعاونية تصنع السجاد، كان فيه تعاونية تصنع، حتى فيه كانت زراعة في منطقة محددة، على هناك اكتفاء ذاتي للمجتمع من الخضار، تصنع حتى الزي الدراعة، تصنع ما زالت حتى الآن ولو بشكل ضعيف تصنع الأقلام وأشياء أشياء محدودة، لكن هذه كلها تجارب لو تم دعمها العناية بها رسمياً لربما كان على الأقل، حتى عندما تفكر الآن أن موريتانيا تستورد مثلا الخضار من المغرب، هذا موضوع يعني موضوع غريب جدا. فلو تم التركيز على التعاونيات الزراعية وحدها ودعمها في موريتانيا مثلا، لكان هناك اكتفاء ذاتي، وكان هناك دخول لمواطنين، كانت هناك في حركة اقتصادية، وكان هناك في دخول مداخل اقتصادية لها انعكاس على الفرد وحتى على الاقتصاد الوطني. لذلك التجارب تقول أنه إذا توفرت الإرادة الرسمية والإرادة الشعبية في أي دولة، فإن كل دولة يمكن من خلال التعاونيات أن تساهم أو أن تجعل أنت أن تساهم في 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 إذا كان هناك إرادة رسمية وإرادة شعبية، هناك تعاون، فهذا في صالح الاقتصاد وفي صالح الإنتاج وفي صالح حتى العلاقة بين المجتمع والدولة. وربما الإرادة الشعبية هي الأول طبعا هي اللي أول شيء لازم تفهمها، الإرادة الشعبية لتحسين هذا الاقتصاد وتطوره، وحتى إن هي اللي تدفع بالدولة من أجل أن تكون عندها إرادة، كما ذكرت بقضية التجربة التونسية عن هيئة المجتمع المدني التونسي وهيئة الاقتصاد التضامني في تونس والاتحاد التونسي للشغل، وهم اللي كانوا وراء المبادرة من أجل سن قوانين منظمة لهذا الاقتصاد. إذا دائما ثم الإرادة الشعبية، وهم حتى تسمى انفولونتي عند الناس انهم يمارسوا انهم باطي يحسنوا هذا الاقتصاد، حتى مثل مثال قضية الزراعة اختلط. هذه احنا عندنا المياه الصالحة للزراعة، عندنا الأراضي الصالحة للزراعة، عندنا الواحات، عندنا صحيح. جميع ما يلزم أن نكون دولة مجرد سكان قليلة، يعني عندنا كل ما يلزم أن نكون دولة مكتفية ذاتيا بهذا القطاع، لكن ما في تخيل تم إرادة شعبية الناس ما هي ربما ما تفهم أهمية هذا القطاع ولا عندها اهتمامات أخرى، ما نعرف. ربما هذا يحيل نقص تحت قضية ضعف الاهتمام ونقص التهيكل والتشبيك عند 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 الشباب وعند المجتمع بشكل عام، ضعف الاهتمام بهذا القطاع وضعف حتى انه واعي انه ما يقوم به هو اقتصاد التضامن الاجتماعي، انه نظريه اقتصاديه موجوده في العالم معترف بها وانها تصف المنطقه ما بين الاقتصاد والاقتصاد القطاع العام والخاص، وانها اقتصاد معترف به ولا حد يدعمه محتار يحس انه يمارس شيء مهم وانه عنده دور في الدوله يقوم بها، لكن ما اللي قاعد في منطقه نائيه موريتانيا تمارس الخياطة مثلا أو تمارس الزراعة أو صناعة الفخار، هذه عندها دور مهم في الاقتصاد، ما يلا تعود حاسنها ما هي مهمة وأنها مجرد فقط هي لا حد أنها تقوم بها قوت هي اليومي، لا هي تقوم بهذا الأمر من أجل قوتها اليومي، من أجل قوت أسرتها، ومن أجل ثانيا هي الأدراك مثلا لا تصلح لها يعود عندهم مرضية في الاقتصاد الموريتاني وعندهم إنتاجية في الموريتاني. صحيح صحيح.
هو التفكير انه لو دائما المبادرات السياسيه في موريتانيا لو كان الزخم اللي عند المبادرات السياسيه والاهتمام اللي يعطى المبادرات السياسيه يعطى للمبادرات المبادرات مبادرات التي تساعد على 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 تطوير مهارات الافراد او على تطوير تقريبا العنايه بصحتهم. مثلا لو كل شاب ذهب في عطله الى قريه مثلا من الشباب العلمي الموريتاني وعطلته اسبوع او شيء برمج على انه يعمل دروس تقويه حتى الفصل حتى السنه الاولى او السنه الثانيه ابتدائي. لو تقريبا السياسيين في موريتانيا طبعا السياسيين هون هذا تقريبا حتى هذا النداء موجه للاحزاب السياسيه حتى الحزب الحاكم في موريتانيا لو مثلا اطلق مبادره تتعلق بتحسين دخول المواطنين، مبادره تتعلق بالتعليم، مبادره تتعلق بالصحه، مبادره تتعلق بدعم التعاونيات، انشاء مثلا لو اليوم الحزب الحاكم في موريتانيا اخذ مبادره تعاونيه زراعيه في كل قريه في النهايه. دكتور احزاب عندها اهتماماتها الخاصه اللي تهتم بها، ما هو طبعا تحسين دخل المواطن، هذه امور اخرى يعني. هو ربما نقول مثلا نحن كشباب علم موريتاني لو نقول العاتق ان احنا مثلا كيف ما عكفت هذا النشاط هذا نحن ادركنا اهميه هذا الموضوع ونظمنا هذا العمل حول هذا الموضوع، تحسيس الناس حول الموضوع وحتى انك تبسيط مفاهيم الاقتصاد الصناعي التضامني عند الشباب الموريتاني، لكنهم في الصبح يقعدوا هم قادرين مثلا في الورشات اللي يعدلوا اليامس في الصبح ولا يعدلوا مستوى الايام شيء كامل، هدفهم دائما هو تبسيط من المفاهيم وتمكين الشباب من كيفيه انشاء مؤسسات لها طابع اجتماعي تضامني. مصر على نقطه ان الاحزاب جزء من المجتمع المدني. أكيد لكن هم قلت لك هم جزء لكنهم عندهم اهتماماتهم خاصة. لا اهتماماتهم خاصة يجب ما ظن فيه اهتمام يعني اهتمام شيء أهم من تحسين ظروف المعيشة في موريتانيا. صح. وحتى وذاك هو اللي يقوموا به من أجل التحسيس لنعدلوا في حول هذه المواضيع حتى الدورات تكون لنعدلوا كاملة من أجل تحسين ظروف المعيشة. صح. وتحسين ظروف المناخ العمل في موريتانيا، تحسين مهارات الشباب الموريتاني من أجل تحسين مهارات الشباب من أجل تحسين مردوديتهم باش يعودوا من يكفوا في سوق العمل أو منافسين في سوق العمل المحلي الموريتاني. يعني ما تضطر الدولة الصبح ما تجيب لنا نحن قاعد الاقتصاد المصنف، حتى أنا في بعض الأحيان الاقتصاد المصنف يعني شراكة الاقتصاد المصنف وإنك تحتاج مهارات معينة في الهندسة أو في التقنيات، بعض الأحيان هذه الشراكة يجيب عمال من خارج موريتانيا يقول لك عمال موريتانيين غير مصنف غير مؤهلين ولا غير هذه مو النقطة اللي إحنا نحاربون وندعو محاربة طول منشدها نسعى دائما لتكوين الشباب على المهارات اللي يحتاجهم في سوق العمل من أجل أن الصبح البعيد هو ما يحتاج الدولة أنك تجيبه. لماذا تبدأ تستزرق فرصتك بالناس تقاطعهم في البداية النهاية والنهاية يجب عمال الخارج. صحيح. نقطة مهمة. بدون تعدينا قاعد الوقت. صحيح. الوقت يتم. في النهاية دكتور لو عندكم كلمة حول لو كنت وجهنا مقترحات حول مجلس تطوير الاقتصاد الاجتماعي تضامن موريتانيا وكيفية النهوض بالعمل هيش تطوير قطاع الخير المصنف ودور وكلمة أخيرة ممكن تكون ملخص ومقترحات لتطوير الاقتصاد الاجتماعي والحد من العمل هيش وتطوير قطاع الخير المصنف. طبعا أنا أشكركم أنتم على الاستضافة ككلمة نبدأ بكلمتي الأخيرة وطبعا من أجل تطوير الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في موريتانيا هناك توجهات كبرى للسياسة العمومية يالت الدولة هي اللي هو اعتماد إطار قانوني خاص يمكن موريتانيا من المساهمة في الدينامية العالمية لاعتراف المتزايد بقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وهي
وهذا تقريبا خيار خيار دولي صار لدول كثيرة، تعزيز وحدات منظومة الحكامة الوطنية والجهوية من أجل تحفيز ومصاحبة تطوير هذا القطاع ونموه، ومصاحبة وتنسيق تطوير فاعلي القطاع. حتى فاعلي القطاع يحتاجوا تنسيق ويحتاجوا برامج تطوير من أجل أنهم يلعبوا دور في السياسات الاقتصادية وداخل الورشات الكبرى للبلاد. ويلا ويجب أن تكون هناك كما قلنا إطار قانوني خاص من أجل مدونة أو قانون إطار جديد للاقتصاد الاجتماعي التضامني في موريتانيا. طبعا الوقت ما يسمح لتحديد مثلا ماذا يجب أن يكون للتعاونيات، للتعاضديات، للجمعيات، بقية الجمعيات، لأنها كلها بالقانون الموريتاني كلها عندها شيء خاص. طبعا تسهيل إدماج مؤسسات الاقتصاد التضامني والاجتماعي، تسهيل إدماجهم كفاعلين اقتصاديين في موريتانيا، ولما عبر إطار قانوني خاص. هذا عذرا، لا يمكنني إجراء مكالمة. آليات تتعلق بالدعم والتطوير، تسهيل الولوج إلى التمويل، توفير راحة قانونية لمبادرات التمويل التشاركي والتضامني. طبعا من المناسب أن تكون في موريتانيا وكالة وطنية للنهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني. هذا بشكل عام. طبعا وطبعا بالإضافة إلى هيئات جهوية في الولايات أو في المقاطعات تساعد أو تؤطر منظمات أو منافذ الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. بخصوص القطاع الغير مصنف في موريتانيا، يجب أن طبعا فيه جزء يتعلق بالقوانين، قوانين تأسيس مؤسسة، تأسيس الشركات، فرض مثلا الضمان الاجتماعي والحماية الاجتماعية على المؤسسات القطاع الغير مصنف. بشكل عام إن يجب أن يكون هناك تنظيم لهذا القطاع، تسهيل الإجراءات القانونية من أجل أنه يكون منظم، وبعد ذلك العمل على أن يتوفر العمال فيه على العمل اللائق المتعلق بالأجر، بالحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي. هذا بشكل عام. مهم عندي أيضا أن تكون هناك مبادرات من أمثالكم أنتم كمنظمة، مبادرات عملية تكون تساعد. مثلا أنتم عندكم تخصص خاص اللي هو ربما تعليم أو تطوير المهارات أو شيء مثل هذا، أن يكون هناك مبادرات سنوية تحاولون تعميمها على كل موريتانيا، على الأقل تختارون ولايات محددة، أو يكون هناك حتى يكون هناك زخم إعلامي للمبادرات من هذا النوع. وطبعا الدعوة لبقية المؤسسات، بقية الجمعيات، وبقية مؤسسات الإطار أو منافذ الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في موريتانيا، لإنشاء مبادرات سنوية. حتى أنتم ممكن تنسقوا مع بقية المنظمات على أساس أن يكون هناك برنامج سنوي للمبادرات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في موريتانيا. وأشكركم وعذرا على الإطالة، وعذرا على إذا كان فيه أي نقص، أو فالموضوع الحقيقة أنا أشكركم على اختياره، وأشكركم على الاستضافة، وشكرا جزيلا، بارك الله فيكم. شكرا دكتور، شكرا نشكركم على الحضور معنا والمشاركة في هذه جلسة النقاش اللي كانت منظمة حول الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كآلية للحد من العمل الهش وتطوير القطاع المصنف.
ونشكركم على هذه المقترحات، إن شاء الله سنأخذهم بعين الاعتبار، وكمان ندور نجدهم إن شاء الله في ورقة المقترحات اللي تنتج عن هذا، اللي تنتج عن كتقرير عن هذا النشاط إن شاء الله. وتشرفنا بحضوركم معنا، وإن شاء الله تكون بيناتنا إن شاء الله ربما أعمال أخرى حول هذا الموضوع، لأن الشبكة مهتمة بهذا الموضوع جدا من أجل تطوير القطاع، ومن أجل الحد من العمل في تطوير القطاع كان مصنف، ودعم الشباب ودعم إنتاجية الشباب الموريتاني. وهذه الشبكة ثانية مفتحين للجميع، الجمعيات والتعاونيات اللي يشتغلوا في هذا المجال من أجل توفير لهم، إذا عادوا محتاجين لأي تكوين أو أي تكوين من عند شباب من شباب الشبكة، أو رابطهم بأي مبادرات أو تعاونيات في المنطقة يقدروا يستفادوا منهم من تجاربهم. وهذا أصلاً لا يكون موضوع جلسة تشبيك يوم الخميس إن شاء الله في الساعة الثانية، لأن تكون ثم دعوة لبعض التجارب الناجحة في دول المنطقة، ومشاركة مع الشباب الموريتانية يستفادوا منها ويعرفوا كيف يعرفوا اسم حالها هذه التجارب، وقدوا يحققوا مشاريع ناجحة في إطار هذا الاقتصاد التضامن الاجتماعي، ومن أجل الاستفادة من موريتانيا تطوير مشاريع مشابهة أو التعلم من كيفية تطوير هذا الاقتصاد. وشكرا على نشكر ثاني نشكر أيضا متابعينا على صفحة على الفيسبوك، نشكركم كاملين، شكرا على أسئلتكم كانت قيمة، وأتمنى نعود وصلت أسئلتكم كاملة للضيف، ياك ما عود السيد شي جو بونس ما نسيت شي. ولا تنسوا إن شاء الله الصبح الساعة ميديو ونص حتى الساعة الثانية عندنا ورشة عمل لي تكون حول إدارة التنمية المستدامة والاقتصاد الاجتماعي التضامني مع صباح، ومساء عندنا ثاني ورشة أخرى لي تكون مع مدرب طيب من المنطقة ومدرب عالمي يعني، ولي تكون هي أيضا حول الاقتصاد التضامني الاجتماعي وأهداف التنمية المستدامة، وهذا ورشات لي يعود حول عليه ويعود على الزوم. وبإمكانكم تجدوا رابط الزوم في الإيميل اللي يوصلكم على تسعيل القبول، وكونوا في الموعد إن شاء الله. وشكرا للمتابعة، شكرا لكم بقيتم معنا حتى الآن، ربما تعدينا الوقت اللي كان مبرمج، وتصبحون على خير.